ما عملتش شخصية زي كده قبل كده. بحب دايما اتفرج على الدوكيومنتريز بتاعت السفاحين وقتالين القتلة. دي واحدة يا جماعة مش تمام خالص. شفتش دلع في حياتي يا قلبي غير معاك. على الرغم من ظهور الفنانة شيهان الشماشرجي كضيفة شرف بمسلسل سفاح الجيزة يلي بيقوم ببطولة الفنان أحمد فهمي، إلى أنه مشهد ذبحة أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، فتجسيدها لشخصية نجلاء تعتبر خطوة جديدة ناجحة بمشوار الفني يلي بدأته من فترة قصيرة. دي واحدة متجوزة واحد أكبر منها بكتير جداً علشان فلوسه ومصاحبة عليه وعايزة صاحبها يقتل جوزها علشان المصنع، يعني فاهمة؟ أنا قلت دي أكيد البنت دي هتتكره تماماً. اللي أنا شايفاه بقى سوشيال ميديا، أنا مذهولة الصراحة. كل الميمز وكل الكوميكس اللي نازلة بجد مضحكاني ومبسوطة قوي باللي حاصل، اللي هو بنتنا محدش يجي ناحية جيان. أنا عجباني قوي قوي الشخصية، وحاسه يعني انا ما عملتش شخصيه زي كده قبل كده، بتديني مساحه ان انا اكتشف يعني مساحات جوايا في اللي انا اقدر اطلعه مختلف. لا انا مش مصدقه نفسي الصراحه. عشان تعرفي اني مدلعك. شفتش دلع في حياتي يا قلبي غير معاك. متحمسه قوي للقصه ومتحمسه قوي ان قصه السفاح اتعملت اصلا مسلسل. بحب دايما اتفرج على الدوكيومنتريز بتاعه السفاحين والتانيين القتله وكده. كان صعوبته في ان هو اخد وقت كتير، كان مرهق يعني تحضيره اصلا، ان هم الرقبه اللي انا كنت مركباها علشان يخش منها خرطوم تبقى مقسومه ينزل منها الدم، طبعا مش دم حقيقي يعني، والتحضير ليه كان وقت كتير، وفي اللوكيشن برضو قعدنا كتير قوي نعيده. لا 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 ما تهزر. عجبتك؟ أوي. حيث قدرت أنها تخطف الأضواء من ظهورها الأول بمسلسل لعبة النسيان عام 2020، وقدمت من بعدها أدوار عديدة منها مسلسل سوتس بالعربي كامل العدد وحكايات جروب العيلة، وانتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها بفيلم أنف وثلاث عيون، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس. أنا بحب أي حاجة هتطلع عمل فني حلو، يعني أيا كان إيه بقى، أنا مع إن هو يطلع عمل فني حلو والناس تبقى يعني الناس اللي شغالين فيه أهم حاجة يبقوا راضين عن الموضوع. أنا بعمل دور مامة هاشم بس في الفلاش باكس، يعني هو صغير وكده. تفضلي لو يا بوزك كتير ما تسوق انت ساكت. طب ولما نزلك هنا هتفرحي؟ طب نزلني 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 اي استفزاز. هو ما فيش غيرك اللي مستفز يا كريم. نجاحها وتألقها الفترة اللي فاتت أكيد رح يفرض عليها معايير وشروط معينة لاختيار أدوار الجاية. أنا بنقي الأدوار بإن أنا أبقى مبسوطة وأنا بعمله، حاسة إن أنا راضية باللي أنا بطلعه في الدور، يعني مش عايزة أعمل أي حاجة وخلاص، وعندي كده أحلام كبيرة، ولو ما جاتش الأحلام الكبيرة فممكن هتيجي الحتة الأصغر شوية من الأحلام الكبيرة قوي اللي أنا كنت بحلمها، فهبقى برضو مبسوطة. بعمل حاجة رمضان إن شاء الله، وفيلم أستاذ أمير رمسيس، وفيلم تاني لسه مش عارف أفصح عنه. لا رؤوف أنت مش محتاج تبرر لي خالص، انا بجد مش جايه الومك ولا عاتبك، انا بجد بقول لك لو انت مش عايزنا نتكلم بليز عادي قول لي بمنتهى الصراحه، مش محتاج بقى تعمل حاجات مش مفهومه بقى وحركات واشارات وكده. حبينا ناخد جيهان شويه بعيدا عن التمثيل، فخبرتنا عن ورشتها الخاصه بتصميم وصناعه المجوهرات. دي شغلتي الاصليه، انا بقالي 11 سنه بشتغل بعمل جولري وعندي الورشه بتاعتي. في الوقت اللي انا ما عنديش فيه تصوير وما عنديش فيه تحضيرات انا ببقى في الورشه بشتغل بقى بعمل الحاجات بتاعتي، والصبح ببقى في المدرسة بتاعت الرقص المعاصر. 7 أو 8 سنين بدرس رقص معاصر وبخش في برامج يعني مكثفة رقص، ومش بس رقص يعني موفمنت يعني حركة. هو انت اصلا تقدر توجيه لي كلام؟ ها؟ انت بتعيرني في شغلي عندك في المصنع يا حاج؟